بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبنائي الأعزاء، صف الرابع الابتدائي، ندرس سوين اليوم الدرس التاسع، حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأهل. تمهيد: أحمد يحب أن يساعد أهله ويلبي طلباتهم، أما عبد الله يتضايق من طلبات أهله ويتكاسل عن تنفيذها. أي الاثنين على الصواب؟ من يدري يا شباب؟ أكيد أكيد، من أحسنتم؟ أحمد، لأن أحمد يكون يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في يكون في مهنة أهله، يلبي طلباتهم ويساعد إخوانه وأخواته الصغار ويساعد الوالد والوالدة في المنزل. كل هذه أمور طيبة. أما الشيخ عبد الله، الله يهديه اللهم آمين، يتضايق من طلبات أهله ويتكاسل بعد، يبقى أيهما أزين؟ أكيد من أحمد. زين يا شباب. عن عائشة قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. ترى يا شباب، كرر كلمة خيركم مرتين، يعني يؤكد أن فضلك وخيرك وكل حبك وعطفك لابد أن يكون لمن؟ لأهلك، لأهلك، الوالد، الوالدة الكبيرة، صلة الأرحام، الأقارب، الجد، الجدة، عمك، خالك، لكلهم يا شباب أهلك، وأنا خيركم لأهلي. كذلك سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي يصنع في البيت؟ كنا ذلك سابقا يا أبطال. قالت: ماذا كان يكون في مهنة أهله؟ فإذا سمع الأذان، نعم، خرج لأداء الصلاة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يا أبطال يكون في مهنة أهل بيته. لا عيب يا شباب أنك تساعد الوالدة في المطبخ، أو الوالد في تحضير أغراض البيت، أو إخوانك أخواتك في عمل الواجبات حق الدراسة. هذا ما عيب ولا ينقص من قدرك شيء، بل يزيد قيمتك وقدرك في البيت، وكذلك عند الله سبحانه وتعالى. أو تكون تحفيز أختك أو أخوك الصغير القرآن الكريم أو السورة المقرأة عليه في المدرسة أو في الحلقة. هذا عمل يا شباب، والعمل عبادة. ننتقل بعد ذلك يا أبناء الأعزاء إلى أتعرف معاني الحديث. خيركم أي من خير المسلمين وأفضلهم، من خير المسلمين وأفضل الإنسان الذي يقوم بمهنة أهل بيته هو من خير المسلمين يا شباب. ترى يا شباب، من خير المسلمين، ما شاء الله ما شاء الله، الله يرزقنا وإياكم الجنة. قول آمين. آمين. وأفضلهم، خيركم لأهله، هو من يكون حسن التعامل مع أهله مؤديا لحقوقهم. ترى كيف يا شباب، هو من يكون حسن التعامل، يعني يحسن التعامل مع من؟ مع إخوان الصغار، مع إخوان الكبار، مع الوالدين، مع الأهل، ومع الجد، ومع الجدة. والأهل يشمل أهل، ترى، انتبه، الوالدين والزوجة والأولاد والإخوة والأخوات والأقارب. زين يا شباب، أحرص كذلك وأحب أن أعامل أهلي معاملة طيبة وبأخلاق حسنة. لابد أن أعامل في قراءة ذاتي يا شباب. تعلمون أن الإنسان ذو الخلق الطيب يعادل يا شباب الصائم القائم. الإنسان ذو الخلق الطيب يا أبطال يعادل، يعني أي يساوي الإنسان القائم طوال الليل يصلي، والصائم يكثر من الصيام. لأنهم زين يا شباب، انتهى معي، لأنهم أقرب الناس إلي وأكثرهم فضل علي. لماذا هنا يا شباب؟ لماذا لابد أن أحرص وأحب أن أعمل أهل معاملة طيبة؟ لماذا؟ لأنهم أفضل كثير علي، هم لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في وجودي في الدنيا، لأنهم أقرب الناس إلي، واحد. رقم الثاني، وأكثرهم فضل علي. أقرب الناس هم إليك أهلك، عندما يسوك أي شيء أول ناس تساعدك وتحميك هو من؟ هو أهلك، هو أهلك أول ناس تبحث عنك وتساعدك وتعاونك إن شاء الله تمدح فيكم أهلك. وأكثرهم فضلا عليه، لأنهم هم السبب بعد الله سبحانه وتعالى في حضورك إلى من؟ إلى الحياة الدنيا. يبقى لا تكون إنسان تنكر الجميل، لا تنكر الجميل يا بطل. زين. وأنا خيركم لأهلي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهلهم، ونحن نقتدي بمن أحسنتم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان محبا لهم ويعاملهم بالرفق ويلاطفهم
ويساعدهم ويعلمهم ويرشدهم. زين يا شباب، أن خيركم لأهلي، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، وقد كان ماذا؟ انتبه، محبا لهم، واحد، يعاملهم بالرفق، اثنين، ثلاث، ويلاطفهم، أربعة، ويساعدهم، خمس، ويعاملهم ويرشدهم ويرشدهم. هذه هي من يا شباب، هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من؟ مع أهله، مع أهله. زين يا شباب، إذن من خير البشر؟ أحسنتم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ذو خلق طيب، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبطال الرابع إلا ليتمم مكارم الأخلاق. مهنة أهله أي خدمة أهله، فهو صلى الله عليه وسلم يكون بشؤون نفسه، وكذلك بعد من؟ ويخدم كذلك أهله، يعني ليس لا ليس مختص، ليس يقول أنا لا، ولا يكون يقول أنا والجميع، ويكون بخدمة أهله. ننتقل بعد ذلك إلى نشاط واحد يا شباب، خدمة الأهل من الأعمال المشتركة، وتختلف من شخص آخر أكيد، فالأم لها أدوارها، والأب كذلك له أدواره، والأخ له أدواره، والأخت لها أدوارها. زيد، بالتعاون مع أسرتك سجل ثلاثة من الأدوار المهمة التي تقوم بها في خدمة من؟ أكيد أهلك. أول دور يا شباب، الدور الأولاني، أساعد أبي مثلا في شراء أغراض المنزل. الأمر الثاني، أساعد إخواني وأخواتي في واجباتهم. الأمر الثالث، أساعد أمي في المنزل. كل هذه أمور طيبة يا أبطال. ننتقل بعد ذلك يا أحباب إلى أتعرف الصحابية الجليلة عائشة. نسبها كما تعلمون أنها هي بنت من؟ بنت أبي بكر الصديق صاحب النبي، ولدت في بيت مسلم. صفاتها كما تعلمون كانت مشهورة بالذكاء وقوة الحفظ. هناك أعمال أخرى تجعلك من خير المسلمين، أذكر واحدا منها أكيد في كثير، وهي كثرة الأعمال الصالحة، الصدقة الجارية، خدمة الأهل، صلة الرحم. ذكرنا أربع أشياء يا أبطال. نتعلم ونعمل، أساعد أبي في شراء احتياجات المنزل، أكيد بإذن الله يكون لك نية صديقة، نساعد الوالد أو الوالدة في أي في شراء احتياجات وأغراض المنزل. أساعد أمي في أعمال المنزل، معي بنعم، أساعد أمي في أعمال المطبخ، أساعد أمي مثلا في تنظيف الحوش، أساعد أبي مثلا في تنظيف السيارة، معي يا شباب. زين، ننتقل بعد ذلك أبطالي إلى معلومات إثرائية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ فقال: أكيد من؟ أمك، ثم أمك، ثم أمك، ما شاء الله الأم ثلاث، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. زين، فالمراد هنا بأدناك أدناك، أحسنتم يا أبطال، الأقارب الأكثر قربا فالأقل قربا. الأقارب اللي هو عمك، خالك، الجدة، هذا أدنى فإيه فعل. زين، ننتقل بعد ذلك يا أحباب إلى تقويمنا، كم الفراغات التي بمناسب. معنى خيركم لأهله أي حسن التعامل مع الأهل مؤديا لماذا؟ لحقوقهم. رقم باء، الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس أهله، فقد كان هيا أحسنتم، فقد كان محبا لهم، ويعاملهم بماذا؟ أحسنتم، بالرفق، أحسنتم، ويلاطفهم ويساعدهم. جيم، من صفات عائشة رضي الله عنها كما قلنا أنها مشهورة بماذا؟ كانت مشهورة بالذكاء وقوة ماذا؟ أحسن الحفظ. انتقل بعد ذلك إلى السؤال الثاني، وعللوا أهلي أولى الناس بحسن التعامل. أكيد، لماذا؟ أول شيء لأنه بسبب وجودي في الحياة بعد الله. الأمر الثاني، أنهم أقرب الناس إلي وأكثرهم فضلا علي، أقرب الناس إلي وأكثرهم فضلا علي. اثنين، ثلاثة، أنه سبب وجودي في الحياة بعد الله. الأمر الرابع، أوصال النبي صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة ماذا أحسنتم الأهل. رقم باء، إذا سمع النبي الأذان ترك خدمة أهله وخرج إلى الصلاة. نعم، لماذا؟ لأن الصلاة أولى من خدمة الأهل. كذلك الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، ولها وقت محدد، خدمة الأهل في أي وقت، أما الصلاة لها وقت محدد. وكذلك لأن الصلاة أبطال أولى من خدمة ماذا؟ الأهل، أولى من خدمة الأهل. وبهذا انتهى من شرح هذا الدرس يا أبطال، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم يا رب سالمين غانمين وبصحة جيدة.